السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. نواصل الفيديوهات، ويعني في هذا الدرس سنجيب على سؤال، يعني كم سؤال يعني بسيط، يعني شحال كيساوي اللوغاريتم الطبيعي للعدد 2؟ يعني كم يساوي اللوغاريتم الطبيعي للعدد 2؟ يعني بتعبير آخر، يعني لوغاريتم 2 شحال كيساوي؟ إذا هذا هو السؤال، يعني الموضوع ديال الفيديو اليوم. و اللي يعني عنده اكسل، يعني اللي عنده اكسل يمشي لواحد يعني الخليه في اكسل، يعني سيليل في اكسل، ويدير هذه ال ان تساوي، كتب تساوي ال ان 2 ل 2، يعني اكسل يجيبك على هذا السؤال ويعطينا القيمه ل ال ان اللوغاريتم الطبيعي للعدد 2، والقيمه يعني بتقريبا يعني قلتها انا في الفطار تساوي 0.69 31 49 18، حوالي يعني قيمة مقربة يعني. هذا هو الجواب على هذا السؤال. إذا ولكن يعني المسألة لما تنتهي، يعني في هذه في هذا الدرس سنتطرق أيضا إلى يعني ما هي المتسلسلة المتناسقة، وما هي المتسلسلة المتناسقة المتناوبة، وما هي العلاقة التي تربطها بالجد باللوغاريتم الطبيعي للعدد 2، وكيف يمكن ان نجد يعني هذه القيمه هذه، يعني واش يعني اكسل، يعني منين جابها اكسل، منين جاب هذه القيمه هذه. وهذا هو موضوع ما تبقي من الفيديو. اذا المتسلسله المتناسقه هي كما يلي، اكتب المتسلسله المتسلسلة المتناسقة أو المتسلسلة التناسقية أو شيء من هذا، يعني من هذا القبيل، باللغة الفرنسية، باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية تسمى une série harmonique. une série harmonique. أكتب série harmonique، وهي كما يلي: S S N هي سيجما 1 على I، إذا هي 1 زائد 1 على 2 اي، غادي من 1 حتى النهاية، زائد 1 على 3 زائد 1 على 4 وهكذا. هذه هي المتسلسلة المتناسقة، وهي متسلسلة يعني تتباعد، يعني هذا العدد هذا الى يعني حسبنا يعني القيمة ديالو الى قيم كبيرة من اين، سنذهب الى ما لا نهاية. هي متسلسلة متباعدة، من سيري ديفيرجنت، ماشي متسلسله متقاربه، يعني اون سيري كونفيرجنت. اذا ما هي العلاقه التي يعني غادي حاليا غادي نشوفوا، يعني تي ان، هي تساوي سيجما موانز ان على بيسونس اي غادي من واحد. هنايا نقدر نزيد مثلا اي زائد واحد تساوي واحد ناقص واحد على اثنان زائد 1 على 3 ناقص 1 على 4 وهكذا. إذا هنا عندنا دائما يعني إشارة زائد 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 زائد، هنا عندنا ناقص زائد ناقص زائد وهكذا، يعني تتناوب. هذه المتسلسلة تسمى متسلسلة التناسق المتناسقة المتناوبة، alternating harmonic series، يعني المتسلسلة متناسقة المتناوبة. هذه المتسلسلة لا تتباعد، يعني كما سنشاهد يعني البرهان في بعض اللحظات، هذه المتسلسلة لا تتباعد وإنما هي تتقارب. وأين إلى يعني فين غادي فين إلى أين، ما العدد الذي تتقارب وتقترب منه هذه المتسلسلة، سنشاهد يعني بعد قليل هذا السؤال. جيد، إذا غادي ناخذ دالة، غادي ناخذ دالة يعني f دو x، تساوي ln x زائد 1، وغادي نطبق عليها متسلسلة، سأطبق يعني سأطبق متسلسلة تايلور على هذه الدالة. إذا غادي نحسب، أطبق متسلسلة تايلور في الصفر، أطبق متسلسلة تايلور على هذه الدالة في الصفر. إذا غادي نحسب يعني f دوز
باش نحسب هذا المستطيل، خصني نحسب اف اف لصفر، اف اف بريم لصفر، اف اشتقاق من الدرجة الثانية لصفر، وهكذا. إذا اف لصفر يساوي صفر، اف بريم لإكس يساوي واحد زائد إكس، اف بريم لصفر يساوي واحد. ناقص واحد. إذا عندنا صورة صفر هي صفر صورة صورة يعني صورة اف بريم لإكس يساوي واحد على واحد زائد إكس، اف بريم لصفر يساوي واحد، اف من الدرجة الثانية اشتقاق من الدرجة الثانية لإكس يساوي ناقص واحد على واحد زائد إكس أس اثنان، اف من الدرجة الثانية يساوي ناقص واحد. واصل يعني باش تبان لي واصل، خصني نمشي على الأقل على الأقل يعني ندير الاشتقاق إلى حدود الدرجة الرابعة، الى حدود الدرجه الرابعه، باش نستنتج هذاك يعني الوتيره التي تسير عليها اشتقاقات هذه الداله. اذا اف من الدرجه الثالثه هي الاشتقاق ديال هذه ناقص هي اس ناقص 2 يعني 2 غادي 2 على 1 زائد اكس اس 3 واصل هنايا اف لاكس اف تساوي تساوي 2 اف من الدرجة الرابعة لإكس تساوي ناقص 3 في 2 على 1 زائد إكس أس 4. إذا اف من الدرجة الرابعة لإكس تساوي ناقص ستة. إذا عفوا لصفر تساوي ناقص ستة. إذا نلاحظ يعني بأن هذه الاشتقاق هي متناوب يعني من الدرجة ومن الدرجة الثانية أعطانا عدد من الدرجة الثانية أعطانا عدد سالب، من الدرجة الثالثة أعطانا عدد موجب، من الدرجة الرابعة أعطانا عدد سالب، وهكذا هي تتناوب. إذا جيد، ونكتب هذه المعلومات التي يعني كتبتها غادي نكتبها في متسلسلة تايلور مطبقة على هذا الدالة f x يساوي x ln x زائد 1. إذا نحاول نعقل على هذا الشيء. ln x زائد 1 يساوي ln 2 نعوض يعني x بصفر ln 1 زائد x f' لصفر زائد x أس 2 على 2 عامل صفر زائد ثلاثة عاملي زائد إكس أس أربعة عاملي. زائد إذا هذه هي الكتابة التي يعني نستنتجها يعني من خلال تطبيق دالة متسلسلة تايلور على هذه الدالة هذه ln إكس زائد واحد، يعني حيث إكس صفر يعني يساوي صفر. أبسط هذه كتعطيني صفر، هذه كتعطيني صفر، هذه كتعطيني واحد. إذا هنا غادي تعطيني إكس، هنا غادي تعطيني إكس، هنا غادي تعطيني ناقص إثنان، لا هنا عطتنا ناقص واحد. إذا ناقص إكس أس إثنان على إثنان، هنا عطتنا ناقص واحد، هنا عطتني إثنان زائد عطتني إثنان. إذا هنا إكس أس ثلاثة على 2 على 3 في 2. إذا هنايا 2 والتحت عندي 3 عاملي هي 3 في 2، اختزل ب 2 يعني لا داعي لأن أكتب يعني زائد ناقص إكس أس 4 على 4 في 3 في 2 في
في هذه عطتنا 6 هي 3 في جوج 3 في جوج وعندي ناقص هنا وهكذا. اذا هنا 3 في جوج تختزل 3 في جوج تختزل تعطينا x ناقص x اس 2 على 2 زائد x اس 3 على 3 ناقص x اس 4 على 4 وهكذا. اذا هنا يعني عملية تناوب اذا جميع المتسلسلات اللي يكون فيهم تناوب ينبغي ان نفكر يعني في دالة اللوغاريتم، لان اشتقاق من الدرجة الاولى لدالة اللوغاريتم هو واحدة على اكس، الاشتقاق الثاني هو فيه ناقص، الاشتقاق الثالث فيه زائد، الاشتقاق الرابع فيه ناقص وهكذا، هو تناوب. جيد، اذا يكفي في هذه اللحظات يعني يكفي ان نعوض اكس بواحد. اذا عوضنا اكس بواحد قد تعطينا النتيجة، نمحي هذا الشيء كامل وعوض يعني اكس بقيمه اكس يساوي واحد، هذه كتولي تساوي لين 2، وهذا يعني يصل بنا الى النتيجه التي كنا نبحث عليها في بدايه الامر. اذا يساوي 1 ناقص 1 على 2 زائد 1 على 3 ناقص 1 على 4 زائد 1 على 5. اذا يعني كما كتبنا يعني في بدايه الامر، يعني كتبنا في بدايه الامر بان اكسل اعطاني واحد القيمه، اعطاني بلي لين دو 2 يساوي 0.69 31 7 40 18. اول ملاحظه يعني الاحظها على هذه القيمه هي انها اصغر قطعا من واحد، وهو امر طبيعي انها تكون اصغر قطعا من واحد. لماذا؟ لان عندي 2 تساوي 2.718 وعندي 2 يعني اكبر قطعا من 2 وهذه ماشي تساوي انما بالتقريب يعني ثابتة أولر تساوي بتقريب 2.718 اللي هي أكبر قطعا من 2. إذا بما أن دالة اللوغاريتم هي دالة تزايدية، دالة اللوغاريتم هي دالة تزايدية، إذا ln دو ln دو أكبر قطعا من ln دو 2، إذا هذه كتعطيني 1 هنا ln دو 2، ونفس الشيء بالنسبة لهذه أكبر قطعا من واحد هنا ال دو أ أكبر قطعا من الصفر. إذا ال دو 2 يعني هو عدد محصور ما بين الصفر والواحد، يعني قطعا هو عدد أكبر قطعا من الصفر وأصغر قطعا من الواحد، ويعني هذا لا يتعارض مع هذه النتيجة التي يعني اللي وصلنا لها. يعني من بعد غادي نشوفوا هل فعلا هذه المسألة الثانية، هل فعلا يعني هذا الحساب هذا فعلا يقول إلى هذه النتيجة؟ غادي نحسبه إلى حدود درجة 4 مثلا، إلى حدود درجة 4 ln دو 2 يساوي 1، أعامل مقامات إلى حدود درجة 4 زوج في 3 هي 6 في 4 24 ناقص 12 زائد 8 ناقص 6 تساوي بالتقريب 24 ناقص 12 هي 12 زائد 28 ناقص 14 على 24. إذا 14 مقسوم على 24 كم تساوي؟ 1 هنا تبقى 10 هنا 4 صفر هنا غادي نديرو صفر، هنا غادي نديرو 6، هنا غادي نديرو 5 4420 الباقي 20 20 مقسوم على هي صفر هنا نديرو 8 وهكذا. اذا هي تقترب يعني من القيمه ديال 0.69، هنا يبقى لنا 0.5.
ولكن ربما تقترب يعني تقترب ببطء نحو هذه القيمة. أنا استعملت إكسل يعني من أجل باستعمال هذه الطريقة إلى حدود درجة 20. استعملتها إلى حدود درجة 20 وجدت إلى حدود درجة 20 ووجدت ln دو دو يساوي بالتقريب 0.66 87 الى يعني الى حدود 20 يعني الى حدود الكسر 21 القيمه المقربه التي وجدتها الى يعني لوغاريتم طبيعي للعدد 2 هو 0.66 87 71 4 تقترب من القيمه الحقيقيه ل 0.69 31 47 18. واعتقد يعني بان لوغاريتم الاثنين هو عدد ليس بعدد جذري، والله اعلم. وشكرا لكم على حسن انتباهكم والى اللقاء وفي الفيديو المقبل إن شاء الله، ولا تترددوا في تركيب التعليقات.